من مناطق 9 امتار ناصر البحرية محاولة التصويب الكرة على العارضة تعود امام لاعب الديرة. في المتابعة كان يوسف المزيري ياخذ مع عباس التقاطعات ريان سوسية ما توصلش الكرة للاعب الديرة. اشرف محفوظ في تصعيد الكرة بسرعة ناصر البحرية يلعب الكرة يوسف المزيري على مستوى الديرة ويعدل الكفة 7-7. تعود الكرة الان للنصر الرياضي بتبلبة حكيم حاولت المرور يلعب كرة ملعب الديرة 7 امتار دفاع داخل المنطقة منيب عبد اللطيف سوسية حاولت المرور منيب عبد اللطيف يلعب الكرة ملعب الديرة والتسعة ريان سوسية منيب عبد اللطيف حاولت المرور الدفاع صلابة كبير التحضير للناصر بحرية اسلام حقونا ناصر بحرية حكيم يلعب الكرة ملعب الديرة ويسجل يوسف المزيري النقطة رقم 9 عودة الكرة والامتلاك للنصر الرياضي بتبلبة ممتاز ريان سوسية يسجل النقطة رقم 12 ريان التركي يلعب الكرة ملعب الديرة ويسجل الرد يأتي سريع من جانب المكارم يستغل عودة دفاعية بطيئة من جانب النصر الرياضي بتبلبة يسجل النقطة رقم 11 في قاعة رشيد خوجة بالمهدية منيب عبد اللطيف حاولت المرور 9 امتار تعود الكرة منيب عبد اللطيف ريان سوسية الخطأ على مستوى الهجوم المزيري المديمخ الحكم يرفع يده يعلن باللعب السلبي التحضير ريان سوسية محمد المديمخ 9 امتار تصدي من عزيز بن حسين رضوان هميلة عزيز بن حسين حكيم بوشين حاولت المرور يلعب الكرة المزيري ويسجل النقطة رقم 13-14 يقلص الفارق 9 امتار من جانب نصر بلبة ناصر بحرية حكيم بوشين ناصر بحرية التصويب او يمر للعب الديرة وينجح 7 امتار الحكم استبعاد ليوسف